مطالبنا صار لنا يومين كهرباء ماكو. هاي ربع المحافظة، أم العصافير، آل زويد، آل بجرات، آل بندر، البنانوة، ربع المحافظة ما بيها كهرباء من أمس واليوم. زعاطيتنا ماتت، درجة الحرارة 53، وبالمولدة ما عاد مولدته وبطل، احترقنا متنا. المولدات ما عدنا، مولدات ما عدنا، ناس تعبانة. الكهرباء ما تدري مش عدهم وما يعرفون الفقير إلى الله الفقير. عدل احنا ما علينا، نعرف الكهرباء ماكو كهرباء بالعراق ولا تصير كهرباء بالعراق، بس الريد هذا جابوه خلوه ساعة واحدة وفروها للصوب الكبير. أطفالنا عندي طفل أنا والعباس يزوع من الحر، لا عندي فلوس أشترك مولدة، ما عندي فلوس، ما أشتغل أنا، منين أجيب أشترك بعشرة أمبيرات؟ بس أم العصافير قاطعينها ليش؟ الله يرضى يقطعون على أطفالهم، خلي يطولنا، خلي يشغلونا، لا تطلع من البيت، لا تمشي، لا تشتغل، وين نروح؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. قبل ما نبدأ البرنامج نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا 10727 أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، وذلك على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يلزم ريموت التلفزيون ويدخل هاي الأعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال والريسيفرات الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم. حياكم الله من جديد مشاهدينا. بداية اللي حبي يتصل بالبرنامج عندكم ذني رقمين تشوفوهم قدامكم، ذني أرقام بما يخص الداخل، وأيضا عندنا أرقام أخرى للداخل العراقي وإلى الخارج. أي شخص حبي يتصل بينا على واحد من ذني الثلاث أرقام، إضافة إلى رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. هذا الرقم أعتذر شديد الاعتذار، ما أقدر أستقبل أي اتصال على البرنامج، أتمنى تكون رسائل مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها في الدقائق الأخيرة من الحلقة. ولا تعتبون علينا، أكو هواية عتب أنه ليش ما تجاوبونا، إحنا ما نجاوب لأنه ما أقدر أستقبل الاتصال على رقم الواتساب. قبل ما أدخل في قضية الخدمات والهم اللي شاغل العراقيين هسه واللي هو أبسط حقوقهم وأصبح هو أكبر حلم للشعب العراقي، أكو شهيد بمحافظة واسط تم الاعتداء على ذويه من أتباع أو من أشخاص مقربين للضابط المتهم بقتل هذا الشخص. وهيئة علماء المسلمين نزلت بيان بخصوص هاي الحادثة، قالت بي أن الأجهزة الحكومية القمعية والميليشيات الإجرامية ما زالت ماضية باستباحة وحصد أرواح ثوار تشرين المطالبين بسيادة العراق واستقلاله واستعادة العراق من الفاسدين والتنديد بفشل الحكومة الحالية وارتباطها بإيران، وأن القوات الحكومية تصدت للمتظاهرين السلميين اللي طلعوا في فعاليات وتظاهرات للاحتجاج على استمرار تردي الخدمات، فقابلتهم هذه القوات بالرصاص وقنابل الغاز السام وحرقت خيامهم، وهو ما يشير إلى استمرار حكومة الكاظمي على النهج نفسه الذي سارت عليه الحكومات السابقة في قتل المتظاهرين والتستر على المجرمين. وبينت الهيئة أن نتائج التحقيق التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الحالية تظهر بشكل فاضح استمرار الإجرام الحكومي بحق المتظاهرين والتستر على القتلة الحقيقيين، مؤكدة أن نتائج هذا التحقيق باطلة وتعطي الضوء الأخضر لقاتلي الشعب للتنفيس عن مشاكلهم وخلافاتهم الداخلية والخارجية باستهداف التظاهرات السلمية. يعني الاعتداء على ذوي أحد الشهداء مش نقدر نفسره، ومن ضابط، إذا ضابط يسوي هيك لعد الميليشيات شو تسوي والدولة شو تسوي؟ أما قبل ما أدخل بالخدمات خلينا نشوف شوية أو نعقب شوية على لجنة التحقيق فيما حصل من أحداث في ساحة التحرير اللي أعلنت عنها وزارة الداخلية، واللي تقول أنه أكو مجموعات إجرامية خطرة تسعى لصنع الفوضى، هو اللي أدى إلى حصول هاي الحادثة فأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. تعرفون لأنه المتظاهرين من شايلين لافتة أو شايلين قطعة ويصيح كلا كلا للطائفية أو للنظام أو فليسقط النظام أو يحجون بوحدة العراق، هذا حكي ما يصرف لهم، فهي هاي العصابات المجرمة اللي هم يردون يخلصون من عندها. يعني ما اعرف شو اسميها هاي،
اكو ناس تقول الغايه تبرر الوسيله، بس هنا الصوج يعني اقبح من الذنب. عمر من بغداد وياي، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخويا سؤال على مو هاي، يعني سؤال ما بالمظاهرين وهاي. نعم. على هاي مال المنحه. اي منحه؟ هاي اللي ب 30,000 كل نفر. المنحه الشهريه يعني بمناسبه ازمه كورونا. نعم. نعم نعم. أنا ست نعم. إيه جتنا رسالة رحت استلمت 30,000. نعم. يعني كل سنة ست نفرات استلمت 30,000. أول مكتب قطع ألف استلمت 29,000. يعني هاي 29,000 المناطق وسنة فترة عيد مناسبة عيد. بس بلا زحمة أخ عمر، القطع اللي قطعه أبو المكتب يعني شنو المناسبة؟ يعني بس اذا امكن رأيك اذا رأيك امكن رأيك انه تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى يكون الصوت اوضح. نعم نعم نعم. جتنا رساله 30,000 رحت استلمتها طالع 29,000. قال لي هاي مصينك بس مع نفر واحد. انا وياك، بس القطع هال 4,000 ليش؟ قطع 1000. ها؟ قطع 1000 من 30 طالع 29 احم 29. هو أنا سؤالي الألف القطعة ليش؟ ما أعرف. أها تمام. زين أنت تقول إنه أنتوا ست نفرات المفروض تأخذ 180، ليش نعطيك 30 بس أو 29؟ ما يقول له هاي أنت بس أنا عندي بس إنما نفر واحد. زين قلت له التجارة يعني ما يدقوا اسم الثلاثي، فعرفوا إيش كم نفر أنا عندي. أها. مو صحيح لا لا. نعم. يعني إذا دقوا هسه بالتجارة أبو أسرة أربع هالو زوج وشتست على 30,180,000 مو صحيح. لا أنت سأل السؤال تقول أنا 30,000 شو تكفيني أو 29,000 شو تكفيني؟ بالله الشهر 30 يوم بلا زحمة. سؤال أخ عمر، كيلو طماطة بالعراق بيش هسه؟ هسه 500. بيش؟ 500. والصمون؟ الصمون 8,000. يعني 4 500 و500 هاي اذا يردون وزاره التجاره يوكلون الشعب العراقي بس صمون وطماطه هم ما تكفي. يعني كيلو 4 صمونات. نعم. يعني ايش تحط الهاي والطيب؟ نعم نعم. فريده منك يعني اخ عزيز انت يعني يعني راعون بيعون بالفقير، والله راعون بالفقير على هذا الحار، يعني شو ينطل السحيب، شو ينطل شو اسمه؟ نعم. وانا اشكرك حبيبي، جزاك الله حبيب خير. قلبي. احمد من ديالى ويانا، حياك الله يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه والاكرام. عيدكم مبارك ان شاء الله. مقدم انا احمد وياكم من ديالى. حياك الله وحيا الله أهل ديالة كلهم، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية والعراق بخير ومتعافي. نعم أخويا. أشكرك أخويا أفل. إحنا ما عندنا مشكلة انقطاع بالكهرباء، يعني تاخذ تطفي نوب تطفى، يعني بزعونا يعني يطفي ساعتين ما يطفي ساعتين، هو إلا يطفي 15 نوب يعني حتى الله ما يرضى يجي. هو أنا موضوع اليوم هم أنا أرد أحكي على خدمات وانقطاع التيار الكهربائي، لأن هو هذا شغل العراقيين بهالايام هاي، خصوصا نتيجه موجه الحر اللي تصير او الصايره بالعراق بالوقت الحالي. بس حبيت اعرج على ما قالوه على ما صار بساحه التحرير والاعتداء على الشهيد على ذوي الشهيد مؤمل في محافظه واسط، وراها احول الى موضوع حلقتي وهو الخدمات. الكهرباء انت تقول لي ما يطوكم اياه، يعني الانقطاع هسه ايش قد يصير خلال هذا الاسبوع؟ خلينا نحكي. هو ماكو قطع، هي قطع هي اصلا مقطوعه، بس هو من ينطيها يعني عباك ينطيها يعني شلون يجي ذله او شيء، يعني ما ينطي ما بيطفيها، يطفي ساعتين 15 وما في شيء. اها. ايوه فبيشوف حاجه والله ما ادري احنا جنوب بلد رود. نعم. ماي احنا عيشتنا على الخضروات، ماي ماكو خضر نسقي ماكو ماي. نعم. أشكرك أخويا أفل، بارك الله حبيب قلبي. حبيب قلبي وصل صوتك ومشكور. أبو فيصل من السعودية، حياك الله.
القاسم السلام عليك. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. مبروك عليك مسبقا عليك وعلى الشعب العراقي وعلى رأسهم هيئة علماء المسلمين والرحمة بشهداء العراق. حياك الله أخوي. أستاذ احنا مستغربين الشعب العراقي يتظاهر ويطالب وكان في حكومة بالعراق، مع الأسف العراق لا يوجد مستعد حكومة، العراق توجد عصابات. وبعدين يعني هم ما يعرفون الكاظم، يعني 17 سنة هذا النظام موجود، لا يمكن أن يلبي أي طلبات هذا النظام. يعني أبو فيصل أنت تقول أنا أستغرب على الشعب العراقي أنه يتظاهر، هو شنو اللي بإيده حتى يقدر يسويه؟ يعني الشعب العراقي النزع السلاح من عنده مو من زمن الكاظمي، قبل المالك يجوز، وسلاح ما عنده، وميليشيات موجودة والميليشيات عندها سلاح مو خفيف، متوسط وثقيل. مع كل تقدير الشعب العراقي بكل طوائفه، نحن نحترم هذا الشعب وهذا الشعب يستحق الاحترام، لكن يعني نستغرب انهم يطالبون حكومه وكان في حكومه، يعني كانهم لا يعرفوا الكاظم. هم يعرفوا الكاظم هو جايبته الميليشيات الايرانيه. هذا لا يعولوا علينا نهائيا، هذا الرجل فاسد، عشرين فاسد، هو 17 سنه وهو معروف بالفساد وهو مشارك بالاجرام، ولن يتحقق. اذا الشعب العراقي يبقى الحريه عليه ان يقتحم الخضراء ويسقط هذا اللي يجيه على حد. غير هذا الحل لا يمكن، لا يحاول الشعب العراقي من هذولا او يعول عليهم نهائيا، هذولا جمره مجرمه صحيح. شكرا شكرا لك ابو فيصل. احمد من عاصمه الرشيد بغداد، حياك الله يا احمد. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. شلونك حبيبي؟ هلا بيك اخوي، تفضل. بس انا والله للاسف انا هسه توني فتحت التلفزيون، كنت على وطنيه الحمد لله والشكر، وطنيه ماكو هزت وسحب عاطل، وهسه شفت الحلقه بس ما اعرف شنو والله موضوع الحلقه على شنو اليوم. والله هو موضوع الحلقه اللي دا تعاني منه يا اخويا يا احمد، اللي هو خدمات ومن او اساسها الكهرباء او على راسه. والله استاذ العزيز الكهرباء على قولته هم اي شيء عبيش، هاي وحده. وشيء ثاني يعني انا اعجب على يعني على الشعب العراقي، انتم شعب يعني ما يقول واعي ومثقف، ليه تنقلوا خسائر ومظاهرات؟ هي هم هذول الناس اقسم لك بالله، قال لي اكو مثلا يقول، قال له تستحي، قال له لا، قال له تخاف، قال له لا، قال له لا، شو تسوي تسوي؟ فهذول يا عمي حكومتنا اقسم بالله لا يخافون ولا يصدقون، هي حلها قدامي، انا ليش جاي اعطي خسائر اكثر من اللازم؟ زين ايش قد راح احفظ الله بربك ايش قد راح بال 600 واحد بال 600 يعني اخذوا من خاطر الشعب العراقي وطلعوا مجرم واحد الطرف الثالث، زين الطرف الثالث نزل من السماء ما حد يعرفه، حكومة قدج وش كبرج ما تعرف من الطرف الثالث، زين منين جاي ضرب؟ فهمت؟ انا هسه انا خلينا نقول امي ما اعرف كل شيء، لا خريج ولا عندي تحسين دراسي ولا كل شيء. نعم. بس يقول حدث العاقل بما يعقل، فانا عقلت فلا عقل له، زين هو منين ضرب؟ ضرب من ناحيه المتظاهرين، ضرب من ناحيه الشرطه. فيا اخي كافي والله العظيم، يعني هم هذول الناس، ذول الناس مو مال عين وقاتل، خلينا نحكيها بالعربي فصحى، ذول مو مال عين وقاتل ولا مال احترام، ذول مال عين حمراء، بالعين الحمراء والله مال 300 و300 جاي نضحيه باثنين، وجاي هذول الشباب جاي يرفعون، يعني والله حرام والله العظيم صرنا سوق للعالم، يا الله صرنا سوق للعالم. ليش يعني ليش؟ يا اخي انت مو قد الموقف، اسمعها عنا اسمعها عنا، انت اذا ايران حاقبتك والاحزاب السياسيه حاقبتك، انت ليش تجيب المسافه لاهلك؟ وليش تجيب المسافه لنفسك؟ انت شيء تعرف ما تقدر له؟ روحه يا اخي اطلع، ما مجبور. انت ليش تجيب المسافه لك ولاهلك؟ اطلع يا اخي شوف واحد كفوق، شوف خلي يعني احنا عندنا قيادات عمي، عندنا قيادات انا خارج العراق مهزومه، جاي يسوون تصفيه، لو يرجع واحد ما يضابط عندنا بالجيش العراقي السابق اقسم لك بالله الحراك هناك تشير يرجع لوضع كان. بس عندنا دولة 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 شغلتهم شوف شنة شايفة شنة اللي تعرف نفسها ما تعمر البيت، يعني شغلتها مال يومين ثلاثة، هذا كل واحد شغلته يومين ثلاثة ياخذ المالات ويطلع، المالات يا شعب يا فقراء يا أمه يا سكنين. فعندنا دولة أقسم لك بالله، وخلي يسمعون صوتي، خلي حقوق ساحات التظاهر، أسوي مليونين ما سمية دول بهيك بشر، ما هيك ويا بشر سمية مستحيل أكو بعد، لأن كافي بعد 600 يعني تكاد تصور مليون 2000 والله بريك أعطيك عهد قدام الله ملايين وما يقول الحد.
نعم. فاحنا يا استاذ العزيز احنا ليش جايين في الخسائر هذه؟ وبتشد ماخذ من خاطر متظاهرين وطلعوا مجرم واحد، مجرم واحد، مجرم مجرم. حاكموه قدام الشعب العراقي على مود يقول لك عندنا احنا والله العظيم صدق عندنا حكومه وتوفي، بس عمي هو الكاتب من ورا الجيش شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ فهمت استاذ شنو يسوي؟ يعني هو جيب اخر مطاف، جيب خزينه فارغه، جيب الله متبهدل، كهرباء ماكو، خدمات ماكو، ظلم ماكو، عداله ماكو، قانون ماكو، كيف شلع رابط على وقت اهلنا، شلع رابط. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ احمد. ابو علي من بغداد حياك الله يا ابو علي. ابو علي يبدو انه الاتصال ويا ابو علي انقطع، اتمنى يا ابو علي ترجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايك في الموضوع. من الكويت سعد حياك الله يا سعد. حياك الله يا استاذي، تحيه لك وللبرنامج وللقناه. استاذي انا كنت حزين ومتالم لما سمعت الكهرباء قطع عن مصفى كراده، الكهرباء قطع عن مصفى كراده، وكذلك قطع ايضا دياله. يعني للاسف انا كنت هذا الامر غير مقبول غير جائز يا استاذي في هذا الجو الحار. كذلك استاذي بالنسبه يعني احنا نسمع بعد ايضا باسم الاغنيه يقول لك باسم الدين باغون المافيا والجن والعفاريت. حس يا استاذي انا اريد احكي واشارك ايضا بالموضوع. يعني احنا عندنا بعد الملايين ما ندري وين تروح باللجان الخيريه يا استاذي. وكذلك ايضا يا استاذي الكريم المفروض ان يكون الضابط حسب ما ذكرت يكون على قدوه حسنه، لا يبالغ في المحضر والتقرير ولا يتهم كي لا يتهم احد او يظلمه ظلما عظيما يا استاذي. وداعت الله وداعت السيده فاطمه الزهراء. بعد احنا عندنا استاذي الطرق فيها حفريات للاسف تحتاج تصليح يا استاذي. وتحياتي لك للبرنامج الراقي وشكرا لك. شكرا لك اخ سعد. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا بالنسبه لعمليه التصفيات والاغتيالات وقتل المتظاهرين، نعم نصدق اكو طلقه واحده تور اذاموا بامر ودرايه القائد العام للقوات المسلحه وايضا الميليشيات. هذه يقول لك دوله عميقه وطرف ثالث وكذا، وبالاضافه لذلك هم الايرانيين اللي جابوهم يقتلون بينا. نعم. اما بالنسبه للخدمات الكهرباء باي باي لندن، كل شيء ما حصلنا. اخر شيء راح يقول لك احنا نستورد من اقليم كردستان كهرباء، ما يستحون يعني الجزء ينطل الكل. الطامه الكبرى المضافه شغله المي، يعني المي اولا شحيح جدا، ثانيا غير صحي، يعني غسل ما تقدر تغسل به، لا هدوم لا ايديك لا تسبح، وكله ملح وكله طين وكله سقايره جيره. وانا قبل حوالي 3 ساعات خابرت مدير عام دائره ماء ومجاري النجف او مدير الصيانه حسب ما عرف بنفسه هو. نعم. قلت له هاي شنو جاي تقطعون علينا المي يوميا؟ ليش؟ يعني ينقطع تقريبا من ساعه 3 بالاربع الظهور الى تقريبا 11 12 بالليل ويجيك شحيح بحيث للمغسله ما يصعد. قال لي راح اجي او كذا واسوي تشييك المنطقه. المهم بعدين اتصل بي وراء ساعه وجيت حكيت وياه. اي قال لي اني مضعف المي. قلت له ليش مضعف المي؟ نعم. قال حط لك مطار واسحب. قلت له عجيب، انت ليش ما تحط القوه الحقيقيه لدفع الماء وكل من ياخذ حصته؟ قال اي صحيح، انا رحت استشرعت عند المراجع الدينيه وقالوا لي يعني بحرمه استخدام مطار سحب المياه لان راح تاخذ حصتك وحصه غيرك، فقلت له 4 بيوت تاخذهم، يعني واحد ياخذ حصه 4 5 بيوت وغيره ولا قطرة مي. قلت له زين يا اخي رجعوا القوة مالتها قووها انتو. يقول لي لا ما يصير نقويها، انت حط لك مطور واسحب. هذا اي منطق لمدير عام ما او مدير صيانة؟ يعني العراق بعد الى اي شيء يوصل. وهاي نخليها امام وزير الموارد المائية وامام رئيس الوزراء وامام محافظ النجف
هذا اللي كل ساعة يطلع لي بقناتي يتبجح وأنا وسويت وما سويت. هو أصلاً كل شيء بس قاعد قابع بالمحافظة خايف يطلع من المتظاهرين وغيره. ولقاءات حتى قام يسوي له عن طريق هذا الإنترنت ما أدري الإنستغرام ما أعرف يسموه. نعم. زين أي خدمات أي كذا. ومن هسه هم لاغمي لك الشوارع بالقوات العسكرية وبالكذا وبالشرطة وبالجيش وسوات وموات. زين يعني مشهد مرعب ترى، مو كل شيء ينقل لكم، مو كل شيء يصور. زين مراسليكم مراسلين ذا القنوات إذا نقلوا الحقيقة يلغون نكتبهم ويصادرون الكاميرات يذبوهم بالسجن. فاللي أرجوه يعني احنا فد وسيلة معينة أنا أعطي كل الحقائق بالصور وشكرا. أبو زينب من النجف، إذا تريد تدزلنا أي شيء تابع هذا الشريط الأزرق إذا يطلع جوا، أكو شيء اسمه نافذة أنت ترى بها أرقام، تقدر تدزلنا أي صورة وأي فيديو على هذن الأرقام وإن شاء الله يشوفوها القناة وما يكون خاطرك إلا طيب. شاكر من بغداد، حياك الله. شاكر، شاكر تسمعني؟ يبدو أن الاتصال ويا الأخ شاكر انقطع. شكرا جزيلا لك وأتمنى ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع مرة ثانية. أم عبد الله من بغداد، حياك الله. حيا من قال، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حيا لحضرتك إلى قناة الشريف. حياك الله. أستاذ، إذا الوضع اللي جاري في العراق هو وضع يعني حضرتك إنه سبق بالبرنامج السابق اللي أنت كنت موجود فيه، كان أحد المتصلين يقول إحنا بنشتري المي بفلوس والكهرباء بفلوس. يعني طبعا هذا هو هذا هدف امريكا وهدف ايران وهدف الحكومه انه تجعل من العراق هو دوله راسماليه، انه كل شيء بفلوس، بعد ماكو بلاش، اللي عنده فلوس يعيش واللي ما عنده فلوس يموت. هذا هو عالم يعاني. استاذ عندنا بالنسبه الى رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه اصلا ما عنده علاقه بالشعب العراقي ولا بالعراق، وكله في سبيل انه يتباحث في سبيل مصالح ايران ومصالح امريكا. نعم. شوف يرضي ايران في سبيل مصلحته ويرضي امريكا في سبيل مصلحه يعني مصالح امريكا. عندنا رئيس الوزراء، رئيس الوزراء اصلا شخصيته امام برهم صالح كلش ضعيفه، ما عنده اي تصرف صحيح يعني مع الاعتذار، ما اعرف انه شنو نواياه هو، بس هو حل مشاكل الحشد خاصه بعد اطلاق سراح هيلينا الالمانيه، وقام بعمليه المشاورات وانطى 200 مليون دولار الى اللي قامت بعمليه الاستحواذ عليها، وطلع ضباط ايرانيين والمانيا وافقت على انه تخفيف الاحكام على تجار المخدرات الايرانيين في المانيا. يعني العراق اصبح يعني مركز لتحقيق مصالح الاجنبي، يعني عراقي ما الى بعد اي سلطه او اي منفذ انه يحقق امانيه او يقدم الحكومه تقدم خدمات للشعب. ترى لا تتصورون بعد اكو خدمات، ولا تتصورون انه الحكومه يعني اول شيء قضت على الشيعه العفو على السنه، وهسه بتقضي على هي هدفها القضاء على المنتفضين. وبالفعل وقلت سابقا ان الاحزاب قامت بعمليه وضع عقاب لها في المناطق المحيطه بالساحات التظاهر، وتقوم بعمليه القاء القبض على المتظاهرين واختطافهم. بقل الشيء صحيح انه الشعب العراقي ترى الوطن مبيوع. استاذ الوطن مبيوع، فالشعب العراقي اذا بده يرجع وطنه لازم يتعاطف ويا السني الشيعي ويا السني، ويكونون جيش واحد جيش واحد، لانه نعم. ثوره العشرين
انتفضوا بمساعدة السنة، وكانوا يشيلون مواوير ويشيلون ما أدري إيش أدوات. يعني بالمختصر بالمختصر أم عبد الله على مود آخذ الاتصالات البقية، إنه اللي دا تطلبيه إنه الشعب العراقي يكون إيد واحدة وما مفكر لا بشيعة ولا بسنة ولا بكراد ولا عرب ولا يزيدين ولا مندائين ولا صابئة ولا أي طائفة من طوائف الشعب العراقي، وكلها على رأسي. نعم، شكرا شكرا جزيلا لك أم عبد الله. أم أحمد من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يما. شارك أخي. هلا بيك. والله أنا عندي معتقل. وين؟ زوجي معتقل من 2019 في الشهر التاسع أخذوه، والله ما بدي إلا جوا على البيت قالوا استكتار الكتاب، وراها بشهرين إني يقول لهم والله محكوم بالإعدام. وليش واحد مبتسم. زين وين هسه هو؟ وأهله مقتول، وأهله مقتولين من قبل الدواعش. وين هسه هو؟ والله أساس بل فيصلية هو موجود. أها. والله ما يصير الأبرياء تروح بالسجون، هو الأداء السياسي وأنه كلهم مقتلين من قبل الدواعش. نعم. وإحنا نطالب بالعفو العام وبس يفرز الكاظمي عنهم، ما يصير والله ما يصير والله وأبري. نعم. والله العظيم وكلها شغلة كيدية، وناس ناس راح مخبر سري يقول هذا داعشي والله يقسم على اعترافات هو ما راح حاسين ولا قايلها. وقال له أنا ما تعترف هسه أجيب أو زوجتك أو بنتك ألا تعترف. يصير هذا المواطن العراقي الخادم عسكري يصير ياخذون يسوون هو داعشي يخلون ورا الباب حاله حال الداعشي، والداعشي يطلع يسرب كيفه. نعم. يصير يا أخويا. نعم. أهلا طالب بالعفو العام الكاظمي. نعم. لازم يطلع على الأبرياء، ما يصير. الداعش يخلوا بالسجن، بس الأبرياء ما نسوي شيء خلونه ورا الباب، ما يصير يا أخويا. نعم. هو حب الحكومة ويصير مخبر سري يروح يخبر عليه يقول هذا داعش ويبصمون على اعترافاته ومخبر سري وشغلة كيدية من قرايبنا، والله العظيم من قرايبنا. نعم. وإحنا طالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين على العيد وما يصير. نعم. والأبرياء والداعش نفس الشيء في المسجد الخطية. نعم. شكرا لك ام احمد. تموت كل الابرياء السجناء يموتون من قنا ومن غير مرض يا اخويا، يوميا احنا بنسمع معتقلين قد متوفين وهو ما ابرياء، ما يصير يا اخويا. لازم الحكومه شويه تضحك على 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 المواطن، تشوفوا ترحموا بحالي، وما يصير يا اخويا ما يصير. نعم شكرا على شكرا لك ام احمد. ازاد من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حبيبي أنا يعني اسمي عزاد دار ناصر. أهلا وسهلا بك. مني بس كركوك، صار لي من 2003 بعد من عندي فلوس الحنطة من قبل مدير شعبة زراعة وعمي. يعني يقولون ماكو فساد شلون ماكو. فساد شلون ماكو، أنا مشتكي عليه بالمحكمة والمحكمة ما مسوي لي شيء. نعم. فأريد من عندكم بس تسألوني وين أشتكي، أروح لإيران إسرائيل وين أروح؟ نعم. واحد اسمه قاسم عزيز فراش مدير شعبة زراعة دمشق يقول من عندي فلوس الهندسة صار 17 سنة واشتكيت عليه بالمحكمة وكل شيء ما سوولي. يعني الظلم الموجود مش إنه مش في الوسط، موجود مش شمال همينة. نعم. فالحل شنو من عندكم؟ فأريد حل من عندكم ابن عمي. نعم. شكرا لك أخ أزاد. أعذرنا أخ أزاد، بالنسبة إلى الحلول تعرف إحنا قناة تلفزيونية ننقل معاناة الناس إلى المواطنين وإلى كل من يسمعنا، إحنا راح ننقل معاناتك، أما حلول فهي مو يمنا هي يمهم. أما قضية الأبو زينب يقول إحنا المي اللي وصلنا يبي ملح وطين وسبايروجيرا وما أعرف شنو، ومدير محطة المي يقول له شد لك مطار واسحب. فهي مشاكل كثيرة موجودة بالعراق. أما قضية المعتقلين وقضية أم أحمد من الموصل
فهي هاي مشكلة شائكة بالعراق وجرح نازف، انه كل من دا يدخل للسجن او كل من دا يروح على سؤال يتبصم على اوراق وما يعرف شنو موجود بيها ويتفاجئون اهله انه هو محكوم اعدام. مع الاسف هي هذا اللي دا يعاني الشعب العراقي، واحنا فقط واسطة ننقل لكم الحقائق. برنامج صوتكم مشاهدينا متواصل وياكم، لا تروحون بعيد عنا، راجعي لكم فاصل قصير ونرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا وناسنا الطيبين بمحافظتنا الحبيبة محافظة واصل. اللي جاي يشاهد هذه هسه عبالة مثلا إحنا بصحراء، لو إحنا خارج أسوار مدينة الكوت، أعزانا هذه داخل مدينة الكوت، هذه منطقة الشهداء التجاوزات، هذه داخل مدينة الكوت. اليوم إلهم سبعة أيام الناس ما عندهم ماي، اليوم إلهم سبعة أيام ما عندهم ماي. إحنا بالألفين وعشرين شهر السابع، اليوم أربعاء بشهر السابع، اليوم إيش قد بالشهر محمد؟ 29. اليوم 29، وهذه حالة باكر عيد، هذه حالة الناس تترس ماي، وباكر عيد، عقب باكر الجمعة عيد، عيد الله أكبر، وباكر عرفة، وهذه وضعية أهل الكوت يا سيد المسؤول. بدل ما تفتار وتدور لك مكان حتى تجتمع به وتشوف وتقعد وتسولف، تعالوا لهاي الناس الفقرة، عم هاي ناس فقرة باعوا لها، شوفوا هاي الناس وين وصلت فيها، باعوا هاك تفضل هذا النهائها. ليش هيك واقفات بهاي الظهرية على مو شنو، على مو تاخذ لها جلكان ماي؟ صديق تشاقون، ليش هيك هاك تفضل ليش؟ اهل الكوت فزعتكم عم هاي الناس بالشهداء، التجاوزات الشهداء فزعتكم عمي، هاكم تفضلوا، باعوا باعوا، هاي جهال وهاي الناس وهاي وضعيتهم. هسه المشكله باعوا حتى بيوتهم، باعوا الناس شلون عايشه. يلا خال ابو عباس، عم رحم الله والديكم، اللي يقدر يوصل صوتنا المدير الماي، يوصل صوتنا للناس الخيره. وين الناس الخيره عمي؟ شوفوا هاي الناس، هاكم تفضلوا، ها ها بيت عمو، روح روح، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. قبل ما نكمل موضوع الحلقة بس حبينا نذكركم مرة ثانية أنه تردد الجديد لقناة الرافدين هو 10727 أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، وهذا كله على مدار قمر النايلسات. تقدرون تدخلون هاي الإعدادات الجديدة بأجهزتكم حتى نظل مستمرين وياكم. أما مواضيعنا هي الخدمات، والفيديو اللي شفتوه وراء الفاصل هو مو بس التيار الكهربائي، انقطاع الماء، يعني المي مقطوع بمنطقة سبعة أيام. العالم شلون تعيش؟ الفقير اللي ما عنده لا شغل ولا عمل واللي معتمد على أهل الخير، مين يقدر يشرب مي إذا ما يقدر يشتري له مي من برا؟ هاي الأشياء كلها يا المسؤول من مدير عام وأصعد فوق إلى رئيس وزراء ورئيس جمهورية ما فكرتوا بيها؟ واتصال ويانا من الموصل سعد، حياك الله يا سعد. سعد من الموصل، انقطع الاتصال ويا سعد، اتمنى ترجع لنا يا سعد. من النجف ابو مصطفى، ابو مصطفى وياي، انقطع الاتصال ويا ابو مصطفى. يعني الاشكال انه اليوم اللي حكى ويانا مثلا ابو زينب من النجف قال كلمه، قال لو شويه يقدمون مجرم واحد للمحاكمه شويه كان قلنا اكو حكومه، بس هي ماكو حكومه. الاشكال يا اخي لما يطلعون يقولون اكو وجود مجموعات اجراميه خطره تسعى لصنع الفوضى، اصلا هذا مو مبرر حتى افتح اطلاق النار على الشعب العراقي. والله شنو اكو مجموعه؟ المفروض اكو شرطه واكو داخليه واكو استخبارات واكو مخابرات تشتغل حتى تلزم هاي المجموعه وتطلعها للناس. بس ما شاء الله من نشوف على التلفزيون هذا داعشي، هذا ارهابي، هذا ما اعرف شنو، هاي نشوفها، بس اللي يقتل بالناس هذا ما نشوفه. ومن ينكتلون الناس والله اكو مجرمين بنصهم. هي هاي الاشكاليه اللي واقع بها الشعب العراقي، هاي الاشكاليه لما يقول لك اني مي ما عندي، ولما اسحب المي يجيني المي بيطين وملح وامراض. شاكر من بغداد رجع لنا، حياك الله يا شاكر. الو، السلام أخوي. عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. أبل نعم، تفضل اخوي.
شلونك يا اخوي، اخبارك؟ هلا بيك اخوي. اني يعني من زمان اني ادق على قناه الله، كل مدى احصل عن اكثر المتصلين، واني يعني شرفني ان احصل قناتكم هذين واتكلم. شرف لنا اخ شاكر، بالعكس هذا شرف لنا نسمع صوتك، تفضل. الله يبارك فيك ويعزك اخوي. اني عندي معتقلين اثنين اخ افل. نعم. عندي معتقلين اثنين، والمعتقلين اثنين هم اخوتي، واخذوهم يعني هم واحد من عندهم خلف لبوس وبورق وسمنت خارج بي. نعم. واخوي الثاني عامل عنده وياه، يشتغل عامل. اها. وياي اخوي؟ نعم. وياك وياك شاكر، كمل. يبدو ان اي ورا ما بصموهم على اوراق، ثاني يوم ثالث يوم رحنا حطينا محامي، يقول بابا ولدكم محكومين، اخوك واحد عندهم محكوم اعداميا والاخر محكوم اعدام ماحد. زين يعني هذه اي قانون يعني اي وين القضاة اللي تقسم كلام الله انهم يحكمون بالحق وبالعدل وما يقضون رشاوي وما يصيرون ويا الباطل. بس اخ شاكر يعني على مود الناس تفهم، يعني انت قلت لي هم كسبه، واحد يشتغل خلفة بناء والثاني عامل يشتغل عنده، واحد انحكم اعداميا وواحد اعدام، زين التهمه شنو؟ التهمه اربع ارهاب. اها، هم وين كانوا يشتغلون؟ يعني بغداد لو غير محافظه؟ يشتغلون بغداد جوا سجن ابو غريب. اها. يعني جوا سجن ابو غريب، ماكو يبعد عنهم السجن ابو غريب، بس بيناتهم الخط السريع اللي يربط على الفلوجه، واللي يشتغلون عندهم جماعه يسمونهم من المعامير ويشهدون عليهم، حتى يقول لك احنا نشهد جد نشهد عليهم وياهم بالقضاء، نشهد وياهم كل مكان، وين يدونا نشهد؟ نشهد انهم اخوتك لولا ما عندهم كل شيء. واخ وابن عمي الثالث، ابن عمي اخذوه على مود جلكان بنزين، قالوا له جيب لنا جلكان بنزين، قالوا اذا جيت من وقت انا اجيب لكم، واذا تاخرت اجيب لكم يا باكر، قالوا له ماشي. فراح عند لوري، راح ودى الدرب حصور، رجع 12 بالليل، قال له وين جلكان بنزين؟ قال لهم عمي والله تشوفون توني رجع ثاني. نزلوه كتلوا أبو أشد التعذيب، أخذوه حكموا إعدام، كذلك أربع أرهاب. أخي أي إحنا من اللوم نقول فلان كذا وفلان كذا، أخي إحنا عش اللوم، إحنا ما عندنا حكومة أخ أفل، إحنا حكومة ما عندنا، إحنا عندنا حكومة عصابة، عندنا حكومة مثلثية، عندنا حكومة سراق، لا يعترفون بالله عز وجل، ولا يعترفون بدين، ولا يعترفون بمذهب. ما يعترفون غير بالبوق والسرقة واللهب وقتل وخطف. يعني شوف أهل الناصرية وأهل البصرة وأهل النجف وكربلاء وبغداد، يعني يومية يجمون عليهم يقتلون بالأبرياء ذول الثوار الأحرار اللي يجمون حقوق. شاكر أنا أعتذر منك، يعني الكلام يطول وأدري بك تريد تحكي أكثر، بس عندي اتصالات كثيرة، أعتذر منك، شكرا جزيلا لاتصالك بينا. مصطفى السيد من مصر، حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نحييك ونحيي ثورتنا المجيده ونحيي اهالينا في جميع المحافظات العراقيه الابطال. حياك الله، حياك الله واهل مصر وياك. الشعوب الله يخليك يا ابويا، شايفينكم، الشعوب شايفاكم وشايفه معاناتكم والشعوب معاكم، بس ربنا اراده الله عز وجل. فهل يا سيدي يعني هل هيستمر مسلسل القتل بهذه الطريقه؟ هل حق الدفاع في ديننا كدين الاسلام ودين المسيحيه وجميع اديانا يعني حقيقه يعني هل يجوز قتل الابرياء ده هيفضل مستمر على كده؟ يعني هل ما فيش حلول؟ هل توقفت الحلول؟ هل الانسان مش من حقه يدافع عن نفسه وعن ماله وعرضه وارضه؟ يعني ما اسئله مطروحه. هم مش هيجوا اولا بالذوق وبالادب، معروفه يعني، دول اقسم لك بالله ما هيجوا غير بالسلاح. بس طبعا لا ندعو للعنف ولا ندعو للقتل ابدا، حفاظا على ارواح الابرياء، ويعني كفايه الحروب اللي اتفرضت على شعبنا العراقي البطل. بس يا سيدي دي عصابه، لا زي اخويا العزيز ما قال، لا دين ولا يؤمنوا بمذاهب ولا ما لهمش دين خالص، لا دين لهم ولا عهد ابدا، دي مجرد عصابه تنحى المستعمر للقتل
يتصارعوا فيما بينهم هم وعصابات تنظيم الدولة وجهين لعملة واحدة. فنطالب شعبنا يا سيدي بالاتفاق. لا يمكن، لا يمكن تبقى الشعب المحارب ابو العروبه الشجاع وشويه صيع، شويه صيع الذين ولا عهد ولا شرف لهم يحكموك ابدا. واحنا عارفين ان انت مقاوم وبطل، بس شد الحيل يلا ورص الصفوف وامسكوا العصابه دي، خلينا نخلصوا من القصه. وانا اشكر سيادتك وعاش العراق. شكرا، شكرا لك اخ مصطفى. ابو زكريا من كركوك حياك الله. الله الله يحفظك. حفظك يا ربي عمي. يا دكتور، يا دكتور أسد، والله اسمك جديد بس اسمك أسد، والله أسد ابن الأسد. على الرأس عمي، تفضل. على خير الله، أنا السلسل 1921، يعني شوفوا دول العالم وأوروبا والخليج وين وصلوا، وإحنا نزلنا على السولة، على السولة من وراء هيك حكومات الفاسدة لا حقوق الإنسان. يعني 700,000 شهيد من متظاهرين وكافين ألف، ويوم يضحك هذا الكاظمي يتمضحك والله 3,000 بعد التعليق قبل 3 أيام. يعني تخبر هاي حتى يا أبي العزيز يا أسد تخبر هي شيء عن هي صار العراق، هي صار العراق زبالة قدام كل دول العالم، قتلانا مودانا بالشوارع والسياسيين ياكلون يشربون وراقصاتهم وكحابهم ومشروبهم. يعني 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 والله العظيم، والله العظيم يا ابني اسد، الشعب العراقي مو بالمظاهرات ما يفيد وياهم، هذول سلسليه حراميه قدر تزيئه كانوا نايمين بالشوارع. لندن لا تقطع عني، عليك الله لا تقطع عني، خليني بقلبي. والله يا عمي انا ما اريد اقطعك، بس انا الوقت راح يدركني وعندي واتسابات وعندي اتصالات. بس دقيقه قول. يعني دول كانوا نايمين بال يعني بلديات ما بلديات، منطيهم شقق ما شقق، هسه جو العراق صاروا شرفاء، صاروا مليارديريه، هذول الحراميه السلسليه يقتلون شباب العراق. والله كل دم شاب عراقي يسواهم ويسوى شرفهم، كل حدا من حدا المتظاهرين يقتلون والاعلاميين والله يسوى شرفهم ويسوى شرف عائلتهم. يا خوان يا الله 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 ينتقم عنكم. نعم، شكرا، شكرا لك ابو زكريا. سعد من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي اخويا مسجون من الفيصليه. نعم. هو عم متكاون سوا داعشي. نعم. هو عم متكاون من شوارع مثل ما نسوار عربي. نعم. اي والله اقول لك السجن هذا عذاب، ما عنده شيء يقول لك انا عندي شيء، كله كهرب واجي عذاب شديد. نعم. اي أيوة والله. نعم. اقدم الصوت. نعم. وصل اخ سعد، والتعذيب يعني احنا كثيرا قلنا عليه وهسه همين حكينا به، وان شاء الله وصل صوتك اليوم. سعد من السعوديه ويانا، وشكرا لك يا سعد من الموصل. سعد من السعوديه حياك الله. السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته. السلام والرحمه والاكرام. والله الذي لا اله الا هو، انا من مكه المكرمه وقدام البيت الحرام، اني شايف ان شاء الله بامر الله بامر اللي ما تنام عينه ان الرايه والحق لاهل الشعب هذا ان شاء الله، وان شاء الله امركم في خير ان شاء الله، وندعي لكم وامرنا ان شاء الله وامركم واحد، والله يوفقكم ان شاء الله. اما بالنسبه لهذه العصابه المجرمه خلاص كلهم سقطوا، كم كثير من يوم استلم الكاظمي هذا النجم، لكن ان شاء الله ان رايه الحق وراية العز إن شاء الله لهذا نعم. الشعب الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا لك أخ سعد. أما بخصوص رسائل الواتساب أو الرسالة وصلتني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أبويا مسجون أريد عفو عام، والله ملينا من مناشدة حكومة بالعفو العام، والله ملينا، أنا أريد أبوي. رسالة أخرى، السلام عليكم وتحية لكم يا أبطال، أخي أرجو من حضرتكم أن تشجعون الثوار بحمل السلاح، لأن لا فائدة بالمظاهرات السلمية. أخوكم الثائر منذر المالكي. أخي العزيز سيد منذر، إحنا ما نشجع أحد على شيء، إحنا فقط ننقل ما يحصل على أرض الواقع إلى الناس، وهو هذا واجبنا.
أخ أفل الشعب العراقي بس يشكي صار 17 سنة ما مليتوا من هاي المسرحية إذا عمايم رخيصة تضحك عليكم شوفوا الشعوب الحرة شلون صوتها أقوى من السلطة شنو هذا الجهل والتخلف وين كرامتهم هي بس مال مواكب ولطم والوطن وين الحيوان اللي بالخارج عنده حرية وكرامة وحقوق شو أنتوا موعد ما عندكم غير يشيلون سلاح ويستحلون بالشوارع هذول جبناء من كان رجل واحد والعراق من كان تاج عرب الفرس كانوا تابعين إيش بيكم يا عراقيين خلصوا الزلم خوما لا رسالة أخرى إحنا المتظاهرين إذا نجحت ثورتنا سوف ينتصر العراق وإن لم تنجح فترحموا علينا شهداء ولن نستسلم رسالة أخرى السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة للجميع أستاذ العراق بلد العلم والحضارة والثقافة والقوانين والقادة العظام بالقديم الماضي والحاضر والمستقبل تآمرت عليه دول الجوار بدون استثناء بواسطة هؤلاء السفل الفاسدين بالخضراء المحسوبين على العراق بالدعم المادي والمعنوي والسلاح بإشراف الاحتلال الأمريكي الإيراني البغيض لن ينفع التظاهر السلمي مع المحتل وأعوانهم الفاسدين في الخضراء يحتاجون هؤلاء إلى كفاح مسلح ومثل السابق والهوسة معروفة لدى العراقيين الطوب أحسن لو مقواري هذا الكفاح خير شاهد ودليل العراقيين على ذلك أما الكهرباء ماتت الله يرحمها ومجلس العزاء قائم في كل المحافظات العراقية رسالة أخرى السلام عليكم أخي أفل أناشد أهل الرحم يفرجون عن أولادنا أخ أفل أقسم لك بالله ابني مسجون بسجن الناصرية صار 18 شهر ما شايفي يقول ماما والله العظيم سدوا عيوني وبصموني على شيء ما أعرفه والله العظيم آني بريء كله بسبب المخبر السري الله يحرق قلبه مثل ما حرق قلبنا بتهم كيدية إذا أكو عدل بالعراق خلي حققون ويا المخبر السري الله ينتقم من كل مخبر سري كسر ظهر الأبرياء رسالة أخرى من أبو يسرى من بغداد السلام عليكم تحية طيبة لقناة الرافدين أقول لقضاء العراق إذا كنتم تعرفون الحق والعدل أطلقوا سراح المعتقلين وأعدموا نور المالكي في أول يوم عيد الأضحى المبارك لماذا لا تحاسبون هؤلاء الفاسدين لأنه أنتم تخافون منهم أخويا أفل السنة كلهم أربع أرهاب والجماعة راح يفضلون قوانين العفو على أمه أريد أعرف السنة وينهم من أهلهم والله كلهم يعرفون السنة 95% أبرياء اعترفوا بسبب التعذيب رسالة أخرى السلام عليكم أنا ابني مسجون ليش ما تطالبون بالعفو العام والله كل شيء ما مسوي بصموا على ورقة بالتعذيب وهو طالب قانون مرحلة أخيرة أرجو أن تطالبوا بالعفو بسبب مخبر سري أنا أم علي من البصرة وآخر رسالة راح أقرأها تحية لقناتكم الطيبة نطالب من قناتكم توصيل أصواتنا إلى كل من يستطيع إنقاذ أبنائنا المعتقلين ونحن مقبلين على عيد الفطر وما نعرف أي شيء عنهم كل الدول أعطت عفو عام إلا العراق وكورونا تفشى في السجون والحكومة تتكتم عن الموضوع العفو العام مطلبنا وصلوا أصواتنا وصلت أصواتكم إن شاء الله أخي العزيز أو أختي العزيزة لكن المشكلة يعني هسه أم أحمد من الموصل من اتصلت بينا تقول أنا زوجي معتقل وقالوا له يا نجيب مرتك وزوجتك يا تبصم لنا فبصم المشكلة أنه اليوم التعذيب بالعراق مو بس تعذيب جسدي هو تعذيب جسدي ونفسي ويأذوه ويخلوه يعترف على أشياء هو ما مسويها إضافة إلى ذلك اللي برا السجن فهو فعليا همينا مسجون لأن لا كهرباء لا مي لا حياة كريمة لا شغل لا رواتب كل شيء ما عنده وأي حق ما عنده والسبب هم الفاسدين اللي جوا على ظهر الدبابة الأمريكية من 2003 لليوم قبل ما نختم نذكركم مرة أخيرة أنه تردد القناة الجديد 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات نتمنى من الجميع أنه يدخل هاي الإعدادات اللي تشوفوها على الشاشة بأجهزتهم حتى نظل مستمرين وياهم وبرنامج صوتكم مشاهدين الكرام انتهى نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بحلقة جديدة من البرنامج في أمان الله